تحياتي لحضراتكم من جديد. تتجه أنظار العالم إلى منتجع سوتشي الروسي الذي يستقبله وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في إطار جولته الخارجية، والتي اضطرته إلى تعديل موعد الزيارة للمرور ببروكسل وإلغاء زيارته للعاصمة موسكو أمس ليجتمع بنظيره الروسي في سوتشي، والتي كان مقرر أيضا أن يجتمع فيها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إذن لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية في فقرة الآن وهذه الزيارة المهمة، دعونا نستقبل الآن في الاستوديو سيادة سفيرة هاجر الإسلامبولي مساعدة وزير الخارجية الأسبق. سيادة سفيرة تحياتي لحضرتك في أفريقيا. أهلا بيك، رمضان كريم. كل سنة وحضرتك بألف خير وسعادة. وكل مصر بألف خير وسعادة إن شاء الله. لو بدأنا النقاش في أن وزير الخارجية الأمريكي يعدل جدول الزيارة ويمر إلى بلجيكا لمناقشة التطورات أو الموقف الأوروبي خاصة تجاه إيران قبل أن يذهب إلى روسيا، هذا الأمر يعني له دلالة معينة أم أنه يعني ربما يحمل الكثير من الرسائل التي يريدها وزير الخارجية الأمريكي ليرسلها إلى الموقف الروسي؟ شوفي، الاجتماع اللي موجود في بروكسل ده كان مقرر من قبل كده بين الوزراء الخارجية الأوروبيين، اجتماع مخصص للوضع في إيران. طبعا التطورات المتلاحقة في منطقة الخليج استدعت ان بومبيو يغير توجهه لسوتشي ويتجه في البداية قبل كده لبروكسل، وده وضع طبيعي جدا. يعني التطورات المتلاحقة في المنطقة تسمح بهذا جدا. طبعا هو اكيد عمل كده بعد الاتفاق مع الجانب الروسي انه هيتاخر فهيعدي على بروكسل. ده الهدف، يعني السبب الاولاني. السبب الثاني انه هو قبل ما يلتقي بالجانب الروسي من المهم انه يستمع للجانب الاوروبي في كل المواقف اللي هتتعرض على الجانب الروسي. طبعا هتيجي في مقدمتهم ايران، هتيجي في مقدمتهم اللي بيحصل في المنطقة انسوان. كلما توحد الموقف الغربي، لانه برضو في تباينات في مواقف الدول الغربية مش كلها على نفس الخط المستقيم، خاصة تجاه ايران. خاصة تجاه ايران لانه فيها مصالح، فيها مصالح، وفي بعض الدول الأوروبية لها مصالح قوية جدا زي ألمانيا مثلا مع إيران، وبالتالي مصالحهم دي بتتعرض للاهتزاز. فلابد من الاتفاق مع الجانب الأمريكي على الباطم، على الخط الفاصل، يعني يتفقوا على نقاط محددة فيما يتعلق بإيران. فده الاجتماع اللي في بروكسل أساسا كله مرتبط بإيران والوضع والخليج وكده. في طرح يعني دايما يناقش بأن هناك صعوبة في الوصول إلى اتفاق يرضي الطرف الأمريكي والروسي خاصة تجاه الملف الإيراني، حضرتك شايفة الطرح ده إزاي؟ قصدك في تباين ولا في توافق؟ لا، في صعوبة في الوصول إلى توافق ما بين الموقف الروسي والأمريكي تجاه الملف الإيراني. ضروري يبقى في صعوبة، لكن من المؤكد أنه في خط فاصل، يعني من المؤكد أن هناك توافق واتفاق على حدود التعامل مع إيران بين الروس وبين الأمريكان. الروس مصالحهم اختلفت طبعا، وجودهم في سوريا وعلاقاتهم بإسرائيل هتخليهم متأثرين أكتر ضد التواجد الإيراني في سوريا، وده هيقربهم من الموقف الأمريكي. ففي النقطة دي يعني صحيح ممكن في تباينات بس ما بتبقاش كبيرة قوي، لأنه حدود التفاهم الروسي الأمريكي واضح انه واسع النطاق قوي. يعني هما الاثنين بيبصوا لنظرة عالمية، ففي قضايا عالمية تهم الاثنين، مش بس ايران ومش بس منطقة الشرق الاوسط وبؤر الصراع فيها، انما في فنزويلا مثلا. يعني الاولويات، تطورات الاوضاع في ايران ربما يقول انه تبدلت الاولويات في هذه الزيارة والنقاش ما بين الطرف الروسي والامريكي من فنزويلا الى ايران بسبب تطورات الاحداث في ايران. لا، انا اعتقد الاثنين مطروحين للنقاش بين الجانبين، لانه عمليه برضو فنزويلا
تردد، انا مش عارفه مدى صحه هذا الكلام، انما تردد انه مادورو كان هيغادر خلاص فنزويلا ويتجه الى منطقه للجوء يعني، انما الروس هم اللي قالوا له انتظر شويه. فده يعتبر يعني تعارض بين موقفي الروس والامريكان فيما يتعلق بفنزويلا، فيما يتعلق بالواقع دي بالذات مدى صحتها، لكن من المؤكد انها ما دام اذيعت او انتشرت خصوصا على الميديا الامريكيه معناها انه لها اساس من الصحه يعني. تحركات امريكا تجاه روسيا من ناحيه الملف الايراني تحديدا يعني، ايضا الزوايا التي تتناول وتقول بان امريكا دائما تسعى الى تحييد روسيا في التعامل مع ايران، خاصه مع التطورات التي تسعى لها ايران في الفتره الاخيره. يعني ده تفاؤل قوي، ده كلام متفائل جدا، لانه برضو في مصالح بتربط روسيا بايران كبيره جدا. الوضع مش بالشكل القاطع ده، مش بالشكل القاطع، انما في خلافات بينهم او في تباين في الرؤى، مش خلافات، هو تباين في الرؤى. طبعا روسيا بتوطد وجودها في سوريا، ومن المؤكد ان التواجد الايراني في سوريا مش مرحب بيه من الجانب الروسي، خاصة ان العلاقات الروسية الاسرائيلية قوية جدا، والتنسيق بينهم فيما يتعلق بضرورة ابعاد ايران عن مناطق معينة في سوريا ده يعني واضح للعين. لكن في نفس الوقت ايران بالنسبة للاستراتيجية الروسية الجديدة اللي في المنطقة مهمة جدا، مهمة بالنسبة لها. في هنيجي في الاتفاق النووي، الاتفاق النووي اللي هو الخمسة زائد واحد مع ايران واللي انسحبت منه الولايات المتحدة بيشكل تهديد كبير قوي لروسيا يعني. لانه هنعيد بقى الكلام على مستويات مختلفه فيما يتعلق بالقدرات النوويه الروسيه. الروس كانوا متفقين مع ايران او جزء من الاتفاق اللي تم انه يتم التخصيب، اليورانيوم المخصب في ايران يتم الاحتفاظ بيه افتكر في روسيا، ده جزء من الاتفاق اللي كان قائم. النهارده الامريكان بيقولوا لا ما تطلعش بره ايران. وبالتالي في خلافات دقيقه حصلت في الاتفاق اللي تم التوصل اليه. الاوروبيين طبعا لهم موقف مهم جدا، بيعتقدوا انه لابد من الحفاظ على الاتفاق النووي ده، وان هم يمثلوا اللينك ما بين الوصله، ما بين حلقه الوصل الجانب الاوروبي، الجانب الامريكي والجانب الايراني. طبعا احنا شايفين مواقف ترامب الاخيره فيما يتعلق بايران، بدات تتخذ منحى متصاعد، وفجاه بنلاقيه بيعرض الحديث المباشر مع الايرانيين، ودي استراتيجي او طريقه عمل الرئيس الامريكي. هل هينجح في هذا؟ الايرانيين بيردوا بيقولوا احنا كمان عندنا التليفونات اللي عايزنا يكلمنا. يعني السجال اللي داير دلوقتي معناه انه بيحاولوا يجدوا طريق يفتحوه للحوار. هينجح ولا اعتقد هينجح، لانه مش من مصلحه اي حد اشتعال المنطقه بالدرجه الفظيعه اللي ممكن تحصل، الا طبعا اسرائيل هتبقى المستفيده. يعني هيتبع نفس النهج مثلما يفعل مع كوريا الشماليه. ما هو هي لما تدرسي شخصيته ومواقفه هتجدي انه مواقفه مبنيه على بنعلي التون قوي عشان نوصل لاتفاق، دي عقليه رجل الاعمال بشكل المزايده على المواقف، هو ده السبب يعني. ده السبب اعتقد هو بيلجا، ما برضو مفاوضات كوريا وقفت اهي، وبدا الراجل تاني يفجر يستأنف الصواريخ. بصي انا عايزه اقول لك الوضع الدولي كله بيتغير دلوقتي، الاسس اللي قام عليها النظام الدولي هو بقى له فتره بتتزحزح من المواقف الثابته، انما هيتغير خصوصا انه انتقل للمستوى التسليحي سواء المنافسه ما بين الروس والامريكان والصينيين،
بيوقفوا الاتفاقيات الموقعة ما بين أمريكا في هذه النقطة تحديدا. إلى أي مدى فعلا أن واشنطن بتسعى لضغط روسيا على بكين في يعني نزع السلاح النووي ومراقبة الأسلحة أيضا؟ هذا الأمر بالفعل يعني إلى أي مدى من الممكن أن يجدي نفعا في مفاوضات أمريكا مع الروس للضغط على الصين بشكل أو بآخر؟ هي محاولات لجر الصين لمنظومة الاتفاقيات الثنائية في المجال التسليحي والنووي والصواريخ بالذات العابرة للقارات والصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى للاتفاقيات الثنائية الموقعة ما بين أمريكا وما بين الاتحاد السوفيتي السابق. النهاردة روسيا أمريكا بتحاول تغير منظومة الاتفاقيات الثنائية مع الجانب الروسي مع الجانب الروسي لضم أطراف نظرا لأن التكنولوجيا تقدمت وبعض الدول أثبتت تقدم كبير منها طبعا الصين في مجال الصواريخ ومنها كوريا الشمالية وإيران حتى على المستوى الإقليمي. فإذا في تغيرات تكنولوجية بتفرض على السياسات أن تلاحقها بالاتفاق بينهم. طيب إذا سيادة السفيرة يعني دعينا نتشارك الحوار هاتفيا الآن مع دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسية يحدثنا هاتفيا. يا دكتور نبيل تحياتي لحضرتك وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أهم الأولويات التي ستكون حاضرة على طاولة النقاش الأمريكي الروسي في هذا التوقيت تحديدا؟ لا، هو طبعا أنا شايف كل الموضوعات لأن الولايات المتحدة فتحت ملفات كثيرة وما قدرتش تسويها وبدون روسيا مش هتستطيع أن هي تسويها في الوقت الحاضر. عندك ملف كوريا الشمالية والرئيس بوتين بذل مجهود كبير دون مسألة إقناع الزعيم كيم بعملية يعني إن هو يروح لمسألة نزع سلاحه النووي، لكن للأسف الشديد يبدو إن ملف الإيراني وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ده كله أدى إلى عدم ثقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. في عندك ملف فنزويلا أيضا، ملف فنزويلا ايضا متشابك جدا يعني بالنسبه لمساله المساعدات اللي بتروح لفنزويلا او الدعم اللي بيروح لفنزويلا، طبعا بالدرجه الاولى بيروح من كوبا وطبعا روسيا لها تاثير كبير جدا على كوبا. ناهيك عن الملف الايراني نفسه، الملف الايراني في الوقت الحالي والتصعيد الحادث يعني مساله لا تبشر بخير على الاطلاق، وروسيا لابد ان يكون لها ايضا دور في حتى محاولة نزع فتيل هذه الازمة المتصاعدة حاليا. ومن ثم لابد من زيارة روسيا، والرئيس ترامب نفسه قال بعد يعني اللقاء اعتقد الاول او الثاني مع زعيم كيم زعيم كوريا الشمالية قال يعني لا غنى عن دور روسي في حل الكثير من القضايا وخاصة ايضا ملف كوريا الشمالية. ومن هذا المنطلق ربما تأتي هذه الزيارة. طبعا في يعني مش هنتحدث كمان عن الملف السوري، الملف الاوكراني، الملف كل هذه الملفات روسيا لها دور كبير جدا، والولايات المتحده لا اعتقد انها ستتمكن من حل هذه القضايا بمفردها على الاطلاق. دكتور نبيل رشوان المتخصص في الشؤون الروسيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركه والايضاحات. منذ خمس دقائق سيادة السفيرة كان هناك يعني بيان من الخارجية الروسية تصرح وتقول بأن واشنطن ترتكب خطأ بتهربها من الحوار مع موسكو بشأن نزاع أو نزع السلاح النووي. يعني العائد من هذه التصريحات في هذا التوقيت تحديدا قبل هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية الأمريكي؟ يعني الموضوع اذا مطروح على ترابيزة النقاش في اللقاء القادم ما بين بومبيو وما بين بوتين، لانه في كلام انه مش بس هيلتقي بلافروف انما هيلتقي ببوتين نفسه، وبالتالي الموضوع الاكبر الحاكم لتطور العلاقات الروسية الامريكية هو الموضوع النووي والاتفاقات النووية. فهما يعني مش بس هنتكلم بقى في قضايا على مستوى إقليمي مختلف، إنما لا، ده احنا هنحط على الترابيزة
القضايا المتعلقة بالاتفاقات النووية بين الطرفين. وأنا أعتقد هو ده لب الموضوع يعني الأساسي، لأنه نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية زي ما قلنا لابد من إعادة النظر في هذه الاتفاقيات اللي تمت بين طرفين. النهاردة ده بيثبت أنه العالم أصبح متعدد الأقطاب ومش بس بين القطبين الكبار، لأنه في تكنولوجيا أدت لتقدم وأساسا مرتبطة بالتطور التكنولوجي اللي حصل في الصواريخ على المدى المختلف، يعني سواء صواريخ بعيدة المدى أو قصيرة أو متوسطة المدى. وبالتالي المسرح الدولي اختلف النهاردة، هو هنا بيقول له قبل ما تيجي نتفق على الأوفر رايدنج اللي هي التوبيك الأساسي الأولويات يعني بجاهز إن إحنا هنناقش الموضوع ده. بس فكرة يعني استخدام لفظ التهرب، يعني فكرة الهروب ربما تكون هي ليست وليدة اللحظة أو بموقف واحد، ولكن يعني من عدة مواقف. فكرة الهروب الأمريكي بالفعل على أرض الواقع على حسب تصريحات يعني وزارة الخارجية الروسية، يعني الغرض منها بشكل مباشر؟ والله شوف، يستخدموا هم كلمة الهروب بالنسبة للمواقف الأمريكية فيما يتعلق بالانسحاب من الاتفاق النووي اللي مع إيران اللي تم التوصل إليه. ده بداية استخدام الروس، أنت بتتهرب من الاتفاقيات المتوقعة، ده هروب، ده هروب، ده بداية استخدام الكلمة. النهاردة بقى المسائل زادت ووصلت إلى جوانب منظومة التسلح النووي على مستوى العالم إلا أركانها الرئيسية الأمريكان والروس. النهاردة في زعزعة للأسس اللي تم الاتفاق عليها. طبعا الجانب الروسي كان يفضل أن الأوضاع تبقى مستقرة. الحركة الروسية أبطأ من الحركة الأمريكية، خصوصا في وجود ترامب على رأس الولايات المتحدة. فالحركة الروسية حركة مبنية على دراسات استراتيجية عميقة، ما بيتحركش بشكل سريع زي الجانب الأمريكي، خصوصا لما يبقى مرتبط بآراء الرئيس الأمريكي. طبعا عنده مؤسسات حاكمة للموضوع، لكن تدخله هو من خلال استخدام التويتر وكده بيؤثر ساعات على القرارات السياسية أو بدي انطباع للدول الخارجية بمواقف مختلفة عن مواقف المؤسسات الأمريكية. لما في النهاية هي السياسات مبنية على قرارات المؤسسات الأمريكية. يعني ربما هذا هو سؤالي. أتذكر جيدا عندما فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، كان السؤال الأهم الذي يطرح على الساحة في هذا الوقت أنذاك، هل بالفعل أمريكا تتجه في شخص أو تتمثل في شخص ترامب أم في شخص المؤسسة الأمريكية وتأثيرها على العلاقات الخارجية والإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية؟ رأينا بعد مرور يعني عدة سنوات أن ربما شخص ترامب يؤثر في بعض القرارات، وأيضا الدولة المؤسسية هي الحاكمة، ولكن شخصية دونالد ترامب تحكم بعض الأمور وبعض القضايا. ده سمة العصر على فكرة اللي احنا فيه. بتبرز قيادات النهاردة، انت ما بتكلمي عن روس بتكلمي عن بوتين، هياخد قرار شكله ايه، سهي عنده مؤسسات قوية. نفس الشيء بالنسبة للجانب الامريكي. ترامب بس الخلاف الوحيد استخدام ترامب لمسألة التويتر، وانه يصحى الصبح يكتب قبل ما يستمع للجانب المؤسساتي في الإدارة الأمريكية يعرض له الأوضاع، هو ممكن ياخد موقف مسبق يصدم المؤسسات بتاعته التي عليها أن تتعامل مع القرار الرئيس الأمريكي. إنما ده ما بينفيش دور المؤسسات، إنما حسب الدستور الأمريكي رئيس الجمهورية له الأثر الأقوى أو القرار الأول فيما يتعلق بالسياسات الخارجية والأمنية. ده الدستور الأمريكي بيقول كده. المؤسسات ممكن يبقى لها رأي وتتصارع على مواقف مختلفة، لأن كل واحد بيبص من زاوية مختلفة، إنما في النهاية المسؤولية مسؤولية رئيس الجمهورية. الجمهورية بيكتسب ترامب، أما يبقى بقى عندك رئيس جمهورية يعني impulsive شوية أو يعني بينفعل وحاجات بتثيره، يعني ما فيش بقى
ممكن يكتب اي حاجه الصبح فيبقى وزير خارجيه، مستشار الامن القومي، البيت الابيض. المواقف اختلفت جدا يعني. فيبداوا يتعاملوا مع الموضوع، يهذبوه شويه، يطوروه شويه، انما في النهايه القرار قرار الرئيس الامريكي طبعا. طيب احنا اتكلمنا مع حضرتك سيادة سفيرة عن الملف الايراني والسلاح النووي وايضا كمان الملف الفنزويلي بالنسبة للطرفين. القضية السورية ايضا ربما تكون من ابرز الملفات التي ستكون حاضرة ما بين وزير الخارجية الامريكي وايضا الروسي وايضا لقائه مع فلاديمير بوتين. اي زاوية من المفترض ان تتصدر التناول الثنائي ما بين الروس والامريكان؟ هم لابد انهم يتفقوا على الخريطة السورية، على الارض السورية الان، لان في تدخلات كتيرة وفي قوات مختلفة موجودة، وكل طرف حاطط قوته او الناس اللي بيتعاملوا معاه في مواقع معينة. انت عندك النفوذ الايراني موجود في بعض المناطق، مش النفوذ بس، التواجد العسكري الايراني اللي هو الحرس الثوري موجود في سوريا في بعض الأماكن. الأتراك دخلوا في شمال سوريا ومصرين على إقامة ترتيبات أمنية تخدم مصالحهم هم داخل الأرض السورية. وفي التواجد الأمريكي في جزء موجود، والروسي طبعا معلن ومعروف وفي الجزء الأكبر من سوريا. لابد ان احنا نتفق هنحل المشكلة ازاي، لانه جاء وقت حل تصفية المشكلة في سوريا. طبعا العنوان الاكبر هو الحفاظ على وحدة الاراضي السورية، انما لما تجدي ان هما الاطراف المتواجدة على الارض هي اللي بتتكلم مع بعضها، والجانب السوري مش موجود يعني، والجانب السوري مش قاعد على الترابيزة، هو صاحب القضية، اللي هو صاحب القضية يعني برضو كلام شوية مقلق يعني، كلام مقلق. انما في النهايه بيوشي بانه او بيدي انطباع انه هيتفقوا على خطوط التماس بين هذه المناطق المختلفه. طبعا في موقف اسرائيلي داعم او بيطالب الجانب الامريكي بابعاد ايران خالص، وبيطالب الروس بانهم يشرفوا على ابعاد ايران من سوريا. الروس بدأوا فعلا يتفهموا هذا الموقف ويسعوا إليه، وبالتالي هنجد تغييرات كثيرة جاية على أرض الواقع في سوريا، في سوريا بالذات، في سوريا الأولوية ربما حل المشكلة، لأنه عندك كمان المشكلة في أساسها مرتبطة بخطوط الغاز والبترول والأنابيب، فالنقطة دي خلاص لازم تتحل بقى عشان نبدأ نستخدم يعني الموارد الطبيعية الموجودة في شرق البحر المتوسط. خاصة الموقف الأمريكي ربما يعني في التناول يعني بخصوص القضية السورية لا يقتصر فقط النقاش على دولة روسيا، ولكن دائما يتم التطرق على الثالوث التركي الروسي الإيراني في الأرض السورية. هذا الأمر تحديدا خاصة مع التغيرات التركية الأخيرة التي تحدث وأيضا مع التطورات التي تحدث في إيران، هل ربما يكون الاتفاق مع روسيا بالتعامل مع هذه الدول أيضا في النقاش مع أمريكا تجاه القضية السورية ربما يختلف بعض الشيء نتيجة الاختلافات الأخيرة وتطورات الأخيرة لكل دولة على حدة منهم سواء تركيا وإيران؟ بصي، الموقف معقد لدرجة كبيرة جدا في الوضع في سوريا، إنما كل الأطراف اللي انت قلتيهم دول لهم مصالح أساسية في سوريا. انت عندك الجانب الإيراني بيقول لك أنا استثمرت أو يعني تحملت التكاليف في سوريا، مش بالساهل كده تقولوا لي اطلعوا. وبعدين مصالحه كانت تحتم عليه دخول سوريا، لأنه كان عايز يمد خطوط الغاز من عنده من سوريا لتركيا وإلى أوروبا. يعني في مصالح قوية جدا، لكن الموقف الإيراني قد يتغير عندما يكون هناك زي ما بنقول في علوم السياسة بارجينينج تشيب، يعني الموقف المساوم فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني النووي، لأنه ده النهاردة بقى المصلحة العليا لإيران الكلام فيها، والحصار الاقتصادي الخانق اللي مفروض على إيران النهاردة.
ده طبعا هيسبق في ترتيب الاولويات بالنسبه لايران فيما يتعلق بسوريا. الوضع الضاغط ده مش موجود عند تركيا، ولهذا تلاقيها مرتاحه جدا في التواجد في سوريا وشايفه انها يعني ده مكانها الطبيعي. الروس والامريكان بقى التوافق بينهم بيشمل العالم كله، بنسيب فين وبنتنازل في فين وبناخد البالانس بتاع التوازن ما بين المصالح العالميه للقطبين العالميين. انما ما فيش شك انه الصين النهارده بقت طرف رئيسي هيدخل، اردنا او يعني هما كانوش يريدوا، انما النهارده هما بيدعوا الى هذا بصرف النظر عن الحرب التجاريه. كنت لسه هقول الحرب التجاريه دي طريق من زياده الضغوط على الصين للانضمام بقى للحركه العالميه اللي احنا اللي ماشيه النهارده لنظام جديد. وبالتالي هتلاقي ان كوريا الشماليه بدات تستأنف التفجيرات بتاعه الصواريخ، يعني رغم اللقاءات اللي تمت مع ترامب، ولكن واضح انه دي كلها عناصر ضغط متبادل بين الاطراف المختلفه. سياده السفيره هاجر الاسلامبولي مساعده وزير الخارجيه الاسبق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك بالف خير وسعاده. وانت بالف خير ومصر كلها بالف خير، ويعني تمنياتنا ان رمضان ان شاء الله يعني يعم علينا الخير جميعا وفي مصر بالذات وامتنا العربيه والاسلاميه ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مره اخرى، وفصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود لحضرتكم من جديد، ابقوا دائما معنا.